جمعت أرامكو 3 مليارات دولار من بيع صكوك في أول إصدار دولي للشركة من الصكوك منذ عام 2021، وتلقت الشركة طلبات شراء للصكوك تزيد على 22 مليار دولار ليتم بذلك تغطية الطرح بأكثر من 7 أضعاف. ووسط هذا الإقبال القوي تقلص العائد على الصكوك بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاستشاري لشريحتي الإصدار، حيث تم تحديد عائد الصكوك لأجل 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية، بينما تم تحديد تسعير الصكوك لأجل 10 سنوات عند 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية. نذكر هنا أن أرامكو جمعت 6 مليارات دولار من بيع سندات في يوليو الماضي لتبلغ حصيلة إصدارات أسواق الدين هذا العام للشركة لشركة أرامكو 9 مليارات دولار.